اللي فقدوا كلاهما ده عايش فين؟ أحد عايش ازاي؟ الأقارب منهم مجهولين الآن. أقامت بعض الشخصيات والمؤسسات مخيمات، كمخيم على شاطئ مواصي خان يونس للأيتام كمبادرات مين بيأكل بجمعهم. الأطفال دول الأيتام؟ تضامن اجتماعي. ما هو الملاحظة أنه من رحم المعاناة تولد الحياة. بتستغربي أنه ممكن تلاقي ناس بيعملوا تنشيط وتعلم نشط، بتلاقي مبادرات لأغاني وفكاهة، بتلاقي مبادرات لألعاب أطفال. الشعب الفلسطيني يدرك بأنه أمام عملية إبادة جماعية وأمام استهداف مطلق لإيقاع هذا القتل الواسع كما قلت، وأيضا لإيقاع أكبر ضرر ممكن جسدي ومادي وروحي. الضرر الستات الروحي، اللي ما عندهمش عائل، اللي ما عندهمش دخل، اللي ما معهمش فلوس، اللي فقدوا أقاربهم، الجميع ليس لديهم فلوس، كل الناس يعتاشوا على المساعدات. كل الناس بلا استثناء، كل شخص في قطاع غزة فقد ما يملك بالكامل. أنت خسرت كل شيء، ما تملكه بالكامل. لا يوجد شخص. أنا شخصيا انتقلت، أنا بيتي هدم، انتقلت من شمال قطاع غزة إلى منطقة خان يونس بتاريخ 13/10 بعد أيام. بعد ما مكثت ما يقارب إلى غاية 3/12 في مدينة خان يونس، تم استهداف خان يونس وطلبوا وأصبح هناك قصف شديد، اضطريت أنتقل إلى رفح لخيمة، وسكنت في خيام لشهور. شهور حتى من تاريخ 3/12 لتاريخ 1/5 واحنا بننام على الخيمه. كنت بتاكل ايه وتشرب ايه في الخيمه؟ من 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 من, إيه؟ من المساعدات إيه؟ التي تقدم إيه؟ معلبات وجميعها طبعا مش متعودين عليه وبخالف نمط حياتنا ومش وغير مهيئ، ولا يوجد غاز للطبخ، تضطر تولع النار. الشباب كدوا بما لا نهايه، بيحاولوا يجمعوا ورق من الشوارع، بيخلص الورق بولعوا نار الحطب لتوفروا اي حيطه، اي مكان موجود به خشبه بتم قطعها لاستخدامها للنار. الوقود ما فيه، اضطرينا نتنقل بالماشيه. طب حتى الماشيه وهي مسائل لا تذكر، لا يوجد لها نوعية الأكل المناسب. ما يسمى بالعلف وما يسمى بكذا غير موجود، مما يؤثر على صحة حتى الماشية. كل شيء يتم استهدافه بقطاع غزة. لذلك نحن نقول أننا أمام إيقاع أكبر ضرر ممكن من الأضرار من 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 المسائل المادية والروحية. أرواح الناس وكأنها تزهق في كل يوم، تستمع في أحد الأيام إلى من ينادي في منتصف الليل يا الله فرجها يا الله فجأة. أو أحد الأشخاص ينادي، طفل ضائع بيلبس كذا، مكانه كذا، مين أهله؟ طبعا خيام بلاستيكية، ما أكثر من 1,300,000 شخص متجمعين، ما بيعرفوش بعض، لا في جي بي أس ولا حد عارف مكان دار ولا حد حدوده. أكبر أسرة ولا في إنترنت إطلاقا، ما في بعض الإنترنت من شبكات مصرية موجودة برفح عبر بتم ربطها وبتوصل في أضيق نطاق في ممكن. الكهرباء انقطعت من اليوم الثالث، يوم 10/7 انقطع التيار الكهربائي نهائيا، وبقيت بعض الطاقة البديلة، الألواح الشمسية. وحتى الألواح الشمسية يتم استهدافها حتى فوق المنازل العادية بالصواريخ لضرب هذه الألواح الشمسية كالطاقة البديلة، ويتم استهداف حتى آبار المياه الموجودة. مين اللي بيدور الحياة في قطاع غزة دلوقتي؟ الرغبة في الحياة وإرادة الله فوق كل شيء وحب الحياة والصراع للبقاء. اليوم التالي للحرب مين يدور الحياة؟ ستبدأ الناس لتنهض من جديد. الشعار الرئيسي لبلدية غزة، الشعار الرئيسي لبلدية غزة طائر العنقاء. هذا الطائر يخرج من الأرض للبدء من جديد. أهالي قطاع غزة يمتلكون إرادة فوق العادة. من يدير قطاع غزة في اليوم التالي للحرب؟ قطاع غزة سيدار من أهل غزة.
أصلاً وسيدار بالشكل الذي يرتضيه قطاع غزة. قطاع غزة لا تقبل نهائيا أي تغيير بقوة الدبابة الإسرائيلية بكل اتجاهاتها وبكل عناوينها. قطاع غزة يعتز بإدارته لنفسه، حتى وإن كانت هذه الإدارة لدى البعض من المواطنين أو الكثير ملاحظات عليها.